كانت هذه قالوا نقولوا قبل جابس والشط وغنوش، كانت تمول في جابس وصفاقس حتى مطماطم، عندك الشط عندك شنني وعندك غنوش، تمول جابس وصفاقس ونزل في تونس طماطم. يعني قعدنا واحد جابس تنجم تقولي في الغول هذاك تحت، أني هذا مسميه بني إسرائيل، خرجني كيما خرج الفلسطينيين 47 وعمل لهم الجدار وإحنا عمل لنا جدار. أني طفولة نتاعي حلمي باش نجي أني تغمنيت نجي قدام حتى بدارنا ونقعمس، وخرجنا منهم كيما خرج بني إسرائيل، حتى فرانكو حتى تقومو حتى فرانك مارينح، هذا خرجنا في الثمانينات. اليوم من المي وحرقان التلوث، تجي وقت الصابة باش نخرطوا الحنة ونحرقوا الحنة، يتنفس عليها كالاصفر هكا يحرقها، ردي عبارة شدتي هذه النبتة هذه وحطتها على القعصة، الظل تبدأ من هنا محروقة محروقة لين تموت تلوح، ما حاجي شيء حش روح، تصوري حتى الفصة البقرة ما تاكلهاش. فلاحة قبل كانت فلاحة كابس، المي يجينا بلاش من ربي عيون. اليوم عملوا لنا الابيار المجمع مصة ولا نخلصوا بالقرآن، توا عندنا شهر هذي باش تموت، حتى المي الفلاحة قصوا علينا، المي اللي كان المد والجزر يمشي ويجي ولا يمشي تحت الناب، الناب خربت ويدار لوطه، المي اللي كان يقبل البحر تعلى عليه بالفوسفو جي بيس، الإدارة متاع المجمع كمية يومين تربات تخبط فيها لا ناس ولا 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 مي فيها، الكاف متاعها اللي كان قبل شايح وقت اللي تعلى البحر يومين تربات يخبطوا فيها. احنا راهو صار لنا هكاك وربي يسترنا من الانزلاق في الشط. المصانع الكيميائية معروف في العالم اللي هي أكثر مصانع تستهلك رأس مال في حين أقل مصانع تشغل، لكن عندها قيمة مضافة معينة، لكن الطاقة التشغيلية متاعها ضعيفة ياسر. الفلاحة بالإكزامبل ولا السياحة عندها طاقة تشغيلية أكبر برشا تصل إلى أضعاف الأضعاف تاع الصناعات الكيميائية هذه. بالإكزامبل اليوم نلقوا في جابس اللي معناها التكلفة متاع خلق موطن شغل بارابور للولايات الأخرى بلسك 10 أضعاف أغلى من أي ولاية أخرى في جابس، على خاطر الصناعات الموجودة هذه. الصناعات الموجودة هذه ما تنجمش تكون مع صناعات نظيفة كما الصناعات التحويلية ولا صناعات اللي هي هذه عائق للتنمية في جابس. الصناعات هذه تستعمل في الميناء التجاري في جابس اللي نجم يشغل آلاف من خلال لو تفعلنا أنه هو ميناء تجاري للصناعة للتجارة النظيفة للتجارة التصدير وتوريد وإلى آخره. زاد حتى في الكوتي التكلفة متاع المصانع هذه على الدولة تتكلف ياسر في الصحة. يعني اليوم تونس تنفستي برشا في الصحة، خاصة في الأمراض الجديدة هذه كيما الكونسير، والتكلفة متاعها مع الدولة تكلفة كبيرة، والمصانع هذه هي السبب الرئيسي في نشأة الأمراض هذه وانتشارها في المناطق هذه، المناطق خاصة المحاذي. كان خيرات البحر كانت خيرات كبيرة، وكان المردود تاع القطاع الصيد البحري شيء كبير، معناها موجود الخيرات كل جميع انواع الحوت موجوده انواع واصناف برك. اليوم في ظرف نقولوا من التسعينات بدات القضيه الكبيره بحكم التلوث هذا معناها اللي قاعد يصبوا فيه معناها الفوسفوجيبس، بدي تراجع القطاع وتراجع بصفه كبيره ياسر. وانا الثروه السمكيه ستام بيبينير جابس العدل بيبينير العدل، طبعا احنا مهاجرين من ولايه لولايه، احنا ولا انا تو مره في جرزيس مره في قرقنه مره في، يقول لك الصيد العشوائي تو باش يركزوا ديما على الصيد العشوائي، انتم اللي ضررتوا البحر، ايش في الولايات الاخرى فيها الصيد عشوائي؟ ما فيها الصيد عشوائي، ايش في قاعد فيها الحوت؟ عليها كان جابس
لكن المصيبة الكبرى والآفة الكبرى هي المجمع الكيميائي التونسي يعني اللي قاعد يصب في آلاف الأطنان من مادة الفوسفوجيبس. الفوسفوجيبس هذا شو يعمل؟ يعمل تصحر البحر أنا فهمتني، ولا يعمل طبقة تغطي معنا القاع نتاع الأرض. شنو يصير؟ معنا الأعشاب بالنسبة للخارج جابس من الشكل اللي كتو متلقيش فيه عشب واحد. أنا حوت بشي جي معناش يجي حتى حوت. القطاع هذا شو كان يخدم؟ كان يخدم أقل شيء في 2000 يد عام 2001 ده. اليوم نستفير في اليد العام وين مشت اليد العام؟ نس كل هجرات أنا ميدان البحر كيف هجرت الفلاح؟ تو مثال احنا أنا عندنا معضلة أبسط الأمور، لأن معضلة هذا البحر احنا نخدمه ما غير وقت في أي وقت يخلي الريح هيك نقول احنا يطيح الريح مثلا موفيتون تقص نخرج على الروح. تو بالنسبة للبرط هذا تاعنا ما عادش نخرج كان بالوقت نتبع في المد والجزر مليون ناس حنقول احنا مناش اليوم يدرقوه البرط بعد ثلاث أيام يجوا يلقوه تردم، اليوم يدرقوه ثلاث أيام خريج يلقوه تردم مناش تردم مناش درا المطر تصب التراب التراب نتاع البرط اللي قاعد يسيب فيه الزون هذا المجمع الكبير. عملنا احتجاجات برشا لا تحصى ولا تعد، وهنا باش نعملوا وهنا باش ننحوا وهنا باش ننحوا الفوسفوجيبس من البحر وهنا باش نعملوا الشمنيات نتاع باش نقصوا باش يعملوا فلتر وباش يقصروا بالماء وباش يتنحوا. يعني كل وعود كما تشبه الوعود اللي عملتها خمسة حكومات متتالية تويكا وعود كاذبة. هنا دليل على جميع الولايات، أنا هي ولاية وعدوها ونفذوا زعما تجيك الشطوطه ولا الجابس باش ينفذوا. بدي فيه هو الوعي، ان كيفاش ننمو الوعي اللي الطاقه التشغيليه نتاع المجمع الكيميائي ولا نتاع جروب شيميكون جنرال ولا زون اندستريال ما تجي حتى شيء، معناها ماش حاجه كبيره بالبوتونس بارابور بالبوتونسيال نتاع جابس وتاع المنطقه. هذه الحل بالنسبه لي يعني يزمه تسك خطر. علاش نقولوا بشر المثال وصلت لدرجه تعفن 50%، اما خير منها 50 بقيه وانا كملوا 100%. يلزم كومبليتوم يوقف تو الشيء النزيف يوقف ومن بعد يلوجوا على الحلول كومبليتوم لازم يوقف. الدول الاوروبيه ما كانت عندها الصناعه هذه ولا هي عملت حلول لمواطنيها ولا؟ اما احنا بالنسبه احنا في تونس المواطن رخيص ما عندهاش قيمه، كان عنده قيمه يتسكر من عمل هذاك.